فيديو النهارده هو فيديو عن تجربه اكل كامله في بورسعيد، فيلا بينا. بورسعيد يعني قناه السويس، يعني السمك، يعني العراقه. دايما بسمع عن اكله السمك بتاعه بورسعيد وعن الكاساتة وعن الاكل الحلو، فايه الكلام؟ اول حاجه هنا بيها الفطار في واحد من اشهر المطاعم هنا في بورسعيد. لما سالتكم افطر فين، العيوطي ده علم من اعلام بورسعيد، هنا واخد مكان حلو جدا. الجو هنا كمان جاي في اول 10 تقريبا خطير، جو حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، فرشه حلوه جايين بقى طعميه وطعميه محشيه وفول وفول بالسمنه. هنفتح برده ده هنشوف ايه ده، يعني ده فول، هم مسمين عندهم فول باربيكيو، فهنشوف ايه الباربيكيو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه فول بالفحم، في فحمايه كده، جميل قوي. طب خلاص كفايه تدخين، اكتمها ازاي؟ اكتمها كده مية مية، وعيش وحركات. الأسعار الصراحة لذيذة. أنا هبدأ بأكتر حاجة أنا شايفها مهدور حقها في الفطار، هي الطعمية القناطر. الصراحة هذه الطعمية أكتر حاجة مهدور حقها خالص في الفطار. بسم الله الله، خطير الصراحة. نعمل اللقمة البرفكت، طعمية، جبنة بطاطس، جبنة مقلية، وعلى الطحينة. بسم الله. جامد، ميكس خطير، بيض بسطرمة، بطاطس، طعميه محشيه بالجبنه، ميكس جبن، في قالي فيها جبنه شيدر وموتزاريلا، وفيها بسطرمه هنشوفها دلوقتي، جبنه مقليه، فول بالسمنه، فول باربيكيو. ده انا طلبته كمان، يعني الباقي ده بقى سلطات بقى، يعني بتنزل كده معاك، ما اعرفش هنحاسب عليها ولا لا، يعني هنشوف دلوقتي. هنشوف الطعميه الميكس جبن دي، ما اعرفش الصراحه انظمها. اه واو، حلو قوي الشكل ده، شايف بسطرمه فعلا. بسم الله. واو واو، عملها حلوة قوي الصراحة. طعمية ميكس جبن ببسطرمة، مرعبة، مظبوطة مظبوطة مظبوطة. يا عم خلاص كفاية تبخير، أنا مش عايز أطبخ، كفاية حد يشيل البتاعة دي. بداية مبشرة جدا للفيديو مبدئيا، يعني فعلا لما تيجي فعلا بورسعيد العيوطي الصراحة اختيار فطار خطير خطير. أنا يعني عايز أجرب الباربيكيو ده. بسم الله، شايف طماطم وبصل وتدخين مرعب. خلاص بقى والله يا تمام، فول بالطماطم يعني اكتر كفايه جامد دلوقتي. ده بالنسبه لي احلى فول بحب اكله، فول بالسمنه بلا زبده بلا صلصه بلا طعم. نجرب بقى الفول بالسمنه كده. بسم الله، ايوه كده حلو قوي. والحلو هنا الاكل كتست تاني، ما فيهوش، مش ملح قوي، مش دلع، مظبوط. بيض بالبسطرمه صراحه، بسطرمه شويه بس، يعني بيض بالبسطرمه بس حلو، نظيف نظيف قوي. انت بشكل عام بتحب الاكل ملح، هتزود ملح بقى براحتك، انت بتعيش حياتك سلطاتك وحاجتك. ان جنرال بدايه للتفطير وكده هتتبسط، حلو فعلا. واكتر حاجه عجبتني طعميه مشكل جبن اللي فيها بسطرمه دي، مرعبه وخطيره. نقفل بالشاي بقى عشان نعمل الدماغ. بسم الله، دي محتاجه اتنين، دي حبسنا بالشاي. نروح بقى لواحد من اشهر الاماكن في بورسعيد اسمه سلسبيله، بيعمل حاجه مشهوره جدا جدا هنا اسمها الكاساتا. الكلاسيك بتاعتهم دي عندهم ب 20 جنيه، هي عباره عن طبقات مانجا، هي عباره عن طبقات ايس كريم، وفي النص كده فيها قشطه، تمام؟ شكلها الصراحه حلو. بسم الله، دي اول مره صراحه ادوقها في بورسعيد اللي هو منشا الكاساتا. واو، القشطه بتاعتهم دي خطيره خطيره خطيره، القشطه في النص دي فيها شويه مكسرات. موز وفراوله ومانجا، حاجه فريش جدا، يعني في الصيف وكده مرعبه، والصراحه لو جيت في الشتاء هاتها برضه، حلوه قوي قوي قوي. مصور في نص الشارع، يلا المكان اللي بعده. بص الفقره دي دلوقتي مالهاش دعوه قوي بالاكل، ولكن هي حاجه من الطقوس المفروض تعملها وانت جاي بورسعيد، انك تروح من بورسعيد وتركب المعديه وتروح بور فؤاد، فتروح من قاره افريقيا لقاره اسيا. احنا كده حاليا على ارض قاره اسيا، ومن اشهر المعالم هنا المسجد ده اسمه المجمع الاسلامي. بور فؤاد الصراحه مكان هادي لذيذ. احنا حاليا هنرجع تاني لبورسعيد عشان نكمل جوله الاكل. نيجي بقى لاهم فقره في الفيديو وهو سوق السمك. اكلت سمك اللي بجد بيتكلموا عن تجربه سوق السمك اللي في بورسعيد. في كميه هنا محلات بتبيع سمك وجمبري وحاجات خطيره طازه، هتنقي بقى اللي انت عايزه من السمك براحتك. فاخترنا مكان ننقي فيه السمك براحتنا، وتطلع بقى بعد كده يجي لحد يشويها لك بقى، يظبطها لك، يقيها لك بالطريقه اللي انت عايزها. وفي تشكيله كبيره من السمك زي ما انت عايز. دي حاليا المرحله الاولى، ان احنا نختار السمك اللي احنا عاوزين ناكله. فهنختار دلوقتي كام ربع على كام نص على حاجات كده. هناخد نص من ده، حاجه ما شاء الله. ده جمبري ايه ده؟ سويسي. ده سويسي؟ اه. بوري يعني؟ ده سنجاري ولا مشوي؟ بوري. لا مشوي رده. الحجم ده كويس؟ اتنين بولتي. وهاخد ربع شبار. الشبار هو الصغير البولتي ده، الجوابي ده، ده البندق بتاع بورسعيديه ده. عايز ربع صبيط. انتوا هنا الصبيط بيسموه ايه هنا؟ سيبيا صبيط عادي. هو نفس الاسم. هناخد اتنين بربون. الله يا مزاجك. معانا هنا كده ما شاء الله خبير السمك
خبير السمك هنا بيختار معانا. احنا جينا هنا عشان نشتري حاجه انا صراحه مره اجربها اسمها شيكال، بيسموها دي اصل عصير البحر. هو ده اهم حاجه فيه يكون مبطرش. هناخد بقى السمك ده. في بقى هنا كميه اماكن ممكن بقى تسوي فيها براحتك، فاحنا اخترنا مثلا المكان ده. هندخل فيه ده نقول له بقى عاوزين ده مشوي وده مقلي وده مش عارف ايه. السلام عليكم، كنت عايز اسوي الحاجات دي. يلا بينا نقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اكلة السمك الصراحه اللي بسمع عنها كتير قوي في بورسعيد. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه العظيمه جدا، كل ما لذ وطاب. هي بس الفكره دلوقتي انا مش عارف البتاع ده، ايوه خايف اصلا يشكني بيتاكل ازاي. هذا الشيء شكله غريب مريب خطير، فانا عايز حد بس يعلمني ياكله ازاي. ممكن توريني ازاي؟ بس اول حاجه تقطع دي. ماشي. طب ممكن تقطعها لي؟ بص دلوقتي احنا بنشوف الطريقه الاحترافيه للموضوع. ايوه بيقطع من ورا ومن قدام، يشيل الجوانب كلها. خد بالك عشان ده بيعور. تقشرتها كلها ما شاء الله. بسم الله، ده احتراف. ايه الله، ربنا يكرمك ربنا يكرمك والله. هو ده كده كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ميكس ما بين الجمبري والكابوريا، ميكس ما بين الاثنين بهذا الشيء. دوق بقى. رهيب الصراحة، تجربة جديدة مختلفة. على طب ممكن اجرب ده كمان، الراس فوق واشيل هنا من ورا صح كده. ده الجوابي، ده صغير البلطي. بسم الله. واو، ده بيسموه بندق بورسعيد صغير البلطي. خطير خطير. طب نجرب بقى حاجة، يعني حاجات احنا عارفينها. ده الصبيط. بسم الله. الصبيط فيه دسامة، يعني في بعض من الدهون انا عمري ما بدقهاش اصلا في الطبيعة ما بدقهاش. حلو جدا، طعمه خطير، يعني تحسه قريب على مخ. واهم حاجه جوده ازلط. نجرب الرز كده. بسم الله. هم عندهم رز صياديه حلو الصراحه. تاكل اكل سمك محترمه، ده فعلا باين. يا رب الجمبري اللي احنا نقيناه. التسويه هنا حلوه، التتبيله حلوه، يعني هو عاملينه حلو فعلا، تتبيلته حلوه، مستوي حلو. الاكل البحري فعلا فريش، باين قوي في الموضوع. الجمبريه الصراحه خطيره، ممكن تاكل 100 واحد من دي ما تحسش كده، تقزقز فيها، حلوه قوي. ما اعتقدش ان احتاج البتاع ده. دي البهارات تتحط على البتاع من فوق، مش هنحتاجها في الغالب. ايه تاني؟ نجرب البلطي، احنا برضو نقيناه. شكله حلو الصراحه. بسم الله. زبده، تاكل زبده، من احلى التجارب الصراحه السمك ممكن تاكلها فعلا. اعتقد باين، باين في الشكل، باين في الكاميرا، ده ان هو ابيض جدا. طعمه مزبد. ده البربوني، سموه فراوله، سمك الفراوله عشان محمر. ده الصراحه ما جربتوش قبل كده، حلو بس انا احب البلطي اكتر. يعني لو اخد حاجه مقلي طعم لحمه البلطي جوسي اكتر ومدهنه اكتر. ده تحسه مكتوم كده، اللحمه مكتومه بس حلوه. بس لو اختار اختار البلطي، مع ان ده المفروض باكل جمبري، بس واضح الجمبري بيبقى معصعص شويه فمش ينفعش. نختم بقى بالايه؟ بالبوري المشوي رده. الله، اوف شايف؟ انا الصراحه ده بعشقه. واو، صدق اللي قال السمك في بورسعيد غير خطير، لا يقارن بلا منافسه. احنا جايين مكان نقيت السمك اللي انت عايزه، جيت طبخته عملته قعدت كلت، الموضوع خلص. لازم تجربها انت واصحابك بقى، انت وعيلتك بتاعه تطلع طلعه زي دي هتتبسط جدا. بس مش حاجه فانسي، انت مش جاي بقى مطعم 15 نجوم والاتيكيت بقى والشكه والسكينه والويتر وفين الوايبس مفيش يعني عادي بقى هتعيش حياتك يعني. ما تعال انبسط، تعال كل انبسط. انا هضطر غصب عني اقفل عشان في ناس ورا الكاميرا لازم تاكل دلوقتي. نروح بقى لحاجه من مكان من اهم الاماكن برضه بورسعيد اللي لازم تيجي بورسعيد تجربه. تطلع بقى من سوق السمك على سامي سالم، واحد من اشهر الاماكن هنا في بورسعيد اللي بيعملوا حاجات حلوه، وانتوا رشحتوه جدا جدا جدا. من اشهر حاجات عنده حاجه اسمها فطيره الجلاش. القطعه دي ب 40 جنيه بس قطعه كبيره جدا جدا مرعبه. بيقطعها وبيحط عليها شربات، في اصلا في الطبق ده سخن جدا اللي هو بيقطع عليه ده، او الصينيه الكبيره دي. بعد كده بيحط عليها قشطه سكر بودره وشويه زبيب، فبتبقى حاجه قنبله نوويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده في كميه قشطه ولا كريمه جوه دي رهيبه. بسم الله. طبقه مهلبيه مرعبه، شايف المهلبيه؟ ده السمك بتاعها خطيره خطيره. الجلاش طري جدا، شربات مظبوطه، طعم السمنه باين قوي وجميل، معموله على سنجه 10 خطيره. ايه ده؟ هو عنده اختراعات كده جديده عاملها، تعالى نجربها. انا الصراحه مع يعني نسيت اسميهم، هو ليه اسميهم جوه بس نسيتها الصراحه. دي مليكه، معرفش ليه الصراحه. بسم الله. واضح ان حوار المهلبيه ده هيستعمله كتير، واضح عنده مخزون مهلبيه جوه، بس حلو. دي اسمها بنت السلطان، نجرب كده. خليكم في الجلاش. هي مش وحشه بس يعني تجزع قوي. ناخد حلوه مهديه كده رايقه، دي عايزه كوبايه قهوه ساده جنبها عشان تظبط السكر الضرب فوق ده.
حلوين، خلينا في الجلاش بره. والله هما حلوين بجد، حلوين. عنده اختراع جربوها، ولكن بالنسبه لي ولا يقول علي فطيره الجلاش صراحه بجد. اللي باقي حلو مش وحش، بس ده دي في حته ثانيه، دي خطيره. انا عشان ابص انا كلها في لقمه واحده، بس انا مش شايف قدام الكاميرا احتراما للمشاهدين. فيلا على المكان اللي بعده. قلنا بقى نختم في مكان يعتبر مجمع مطاعم في بورسعيد اسمه الجراش. الصراحة بعد السفر والفطار والسمك والحلويات الكتير كان في أماكن أنتم رشحتوها، المكان حلو قوي ورايق وفي تنوع كبير جدا في المطاعم. تشرب قهوة كده روق دماغي كتير عند جلال كافيه، كان برضو من ترشيحاتكم، والمكان هنا خطير زي ما أنت عايز بقى، السوري أجنبي عربي مصري فرايد شيكن، مجمع مطاعم كبير جدا هنا. حتى عاملين سبوتاية هنا بتاع بلاي ستيشن، تقف بالعربيه تلعب بلاي ستيشن، خطيره. فتعال نروح برده مكان من الاماكن اللي رشحتوها جدا جدا، موجود برده هنا في الجراج. اخر مكان معانا من ترشيحكم انتم، وواحده من الاكلات المشهوره جدا جدا هنا في بورسعيد، مكان اسمه جدو عزيز. بيعمل حاجه اسمها الزلابية والتمريه والسمنيه، هي اصلا اكلات شعبيه شويه هنا، بس هو المكان ده خلاها مودرن سيك. دي زلابية شبه الدونتس، دي زلابية، وبيجوا معاها صوصات وسكر ابيض، سكر بودره وكده. الطبق ده مشكل كده 70 جنيه وسط. نبدا بسم الله. يا زلابية بس شكل دونتس. يعني هي زلابية بسكر، خطيرة. تعال نجرب التمرية، ما اعرفش شكلها فطير بحاجة محشية جوه. بسم الله. اوه فطيرة مقلية، مش عارف ايه ده الصراحة، حاجة شبه المهلبية كده، حطها في السكر كده وحطها في الصوص بقى، بين شوكولاتة شوكولات صوص. حلوة، هي فطيرة وفيها زي المهلبية كده جواها، مش مسكرة، سكرها خفيف جدا، بس مع الصوص هي بتبقى حلوة. ودي السمنية، دي اللي جوه التمرية. والله حلوين، هي الصراحة دسمة بس حلوة. وانا الصراحة حاسس ان انا تقلت قوي في حوار الحلويات اللي في بورسعيد دي، بورسعيد حلويات بس، ايه ده يا جدعان في ايه؟ كمية سكريات مرعبة وحلوة جدا. التمرية حلوة، سمنية حلوة، ولكن الزلابية اللي هي الزلابية شبه دونتس دي حلوة جدا، تميل للزقن أكتر، القاهري أكتر. التمرية والسمنية ما دوتهاش كتير قبل كده. العجينة نفسها حلوة. المكان ده لازم كده بشكل عام تجوه، في اوبشنز كتير قوي ممكن تلاقوها يعني. بس كده، دي كانت جودة أكل في بورسعيد. على فكرة في أماكن تانية كتير جدا أنتوا رشحتوها، بس اليوم ما كفاش، ممكن يجي يوم تاني، إن في بجد فرايتي هنا مرعبة وترشيحاتكم ما خلصتش، في أماكن كتير هنا حلوة. أنا الصراحة انبسطت، ويعني جودة خطيرة بالنسبة لي. كان نفسي آكل بقى حاجة عشا تاني، بس يعني كفاية، والحلو هنا كتير ما شاء الله. وحابب قبل ما أقفل أشكر الجايد لاين المحترم جدا اللي قابلته النهاردة بالصدفة في بورسعيد، مهندس أحمد. الصراحة قابلني النهاردة بالصدفة وأنا جاي النهاردة الصبح، وأصر إن هو يفضل معايا طول اليوم هو وأخوه، وقضوا معايا اليوم كله معانا، فبشكرهم جدا 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 على هذه الصدفة السعيدة جدا جدا. أشكرك والله. والله ربنا يكرمك يا باشا، واهل بورسعيد 100 100، عشان الزحمه تمام. بس كده، لو عندكم الحلقه مش لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا حابين نعمل نقطه تاني من الفيديوهات. بس هي كمان عمرو شريف من قناه عمرو شريف. واه سلام. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ عاملين سبسكرايب ولا لا؟ طبعا والله عامل. طب ورين انا بقى شفت الحلقه بتاعتك انت وتريبلز بقى. اخيرا اليوم. سلام. شكلك مش عامل